السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد، درسنا حيوانات تزحف وحيوانات تقفز. إذن خذوا الكراسة وقوموا بكتابة الدرس معي. أولا نبدأ بملاحظة الصورة. لاحظوا معي هذه الصورة، نلاحظ ثعبانا يلاحق ضفدعة، ولكن الضفدعة استطاعت الهروب منه. إذن هنا نتساءل، كيف استطاعت الضفدعة الهروب من الثعبان؟ نكتب التساؤل في مكان التساؤل. كيف استطاعت الضفدعة الهروب من الثعبان؟ نمر إلى أفترض ونقول، ربما بسبب قدرتها على القفز. ربما بسبب قدرتها على القفز. نمر الآن إلى التحقق. لاحظوا التجربة ثم أملأوا الفراغ بالكلمة المناسبة، بالقفز، بالزحف. لاحظوا معي طريقة تنقل الحلزون، فهو يعتمد على الزحف، وذلك عن طريق تقلص وتمدد عضلاتها. ننتقل إلى الضفدعة. هنا ضفدعة ساكنة، ضفدعة تقفز بعد سماع التصفيق. إذن لاحظوا جيدا القوائم الخلفية للضفدعة كيف تبدو. تبدو أطول من القوائم الأمامية، إذن هذه القوائم تساعدها على القفز. إذن نملأ الفراغ ونقول، يتنقل الحلزون بالزحف والضفدعة بالقفز. جيد، نمر لنتعرف على بعض الحيوانات. حيوانات تزحف مثل الثعبان والحلزون. هذه الحيوانات تتنقل عن طريق تقلص وتمدد عضلاتها. لاحظوا مجموعة أخرى من الحيوانات. هذه حيوانات تقفز، الكنغر، الضفدع والأرنب. لاحظوا جيدا القوائم الخلفية لهذه الحيوانات كيف تبدو. تبدو طويلة مقارنة مع القوائم الأمامية، وهذا ما يساعدها على القفز. جيد، نمر الآن للسخلص لنكتب الملخص. نقول، تنتقل الحيوانات الزاحفة التي لا تتوفر على قوائم بواسطة تقلص وتمدد عضلاتها. للحيوانات التي تقفز أطراف خلفية طويلة تساعدها على التنقل. مروا معي الآن إلى السثمر. أصل الحيوان بآثار تنقله. أولا نبدأ بالحلزون. ما هو أثر تنقل الحلزون؟ أحسنتم، نعم. إذن نصله بآثاره. ثم الأرنب، ما هو أثر تنقل الأرنب؟ جيد، أحسنتم. قوموا بكتابة الدرس معي على كراستكم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.